بنت دنيا بطمة وابنة شقيقتها يخطفان الأنظار بالقفطان المغربي. إليكم التفاصيل. خطفت بنات الفنانة المغربية دنيا بطمة وابنة شقيقتها عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة الأنظار بآخر إطلالات لهن بالقفطان المغربي، وأطلت بنات دنيا على متابعيهما من خلال حساب والدتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستغرام، وهما يرتديان قفطان مغربي أصيل باللون الأسود مطرز بالذهبي. وعلقت بطمة على الصور: مبروك عواشركم إن شاء الله، اللي كيتمنى شي أمنية الله يحققها له، كي جاوكم البنيات بالقفطنات الله يحفظهم يا رب. وفي الصورة التي لم يتخلى لها دعاء ولا طلب على غير العادة، حيث غالبا ما تعتمد ابتسام بطمة في الصور طلتين على توجيه نداء التضامن مع شقيقتها، أو بالأحرى لأجل دغدغة مشاعر المغاربة قصد التعاطف مع دنيا بطمة التي تقضي عقوبة حبسية وفق حكم قضائي أدانها بالتورط في التشهير والمساس بكرامة الغير.